للمزيد حول أزمة اللاجئين عامة وعلى حدود بيلاروسيا خاصة، ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري. أستاذ ضياء، بداية مرحبا بك. يعني تتزايد الأزمة التي يعيشها اللاجئون العراقيون وكذلك العرب الراغبون في الهروب من واقعهم المأساوي. يعني الخطوط الجوية البيلاروسية تصدر اليوم قرارا بمنع العراقيين بالإضافة إلى السوريين من ركوب رحلاتها. كيف تنظر إلى هذا القرار وقانونيته؟ بالبداية تحياتي للجميع وأحييكم على هذا البرنامج. نعم، هي نقطة مهمة أنه بيلاروسيا غلقت الطيران، لأنه هذا بالحقيقة هو ضغط أوروبي على بيلاروسيا، يعني على الحكومة، لأنه اللاجئين اللي قاعد يدخلون من هذه المناطق إلى أوروبا عن طريق بيلاروسيا، كانت قبل يدخلون عن طريق تركيا، وتركيا نحن نعلم أنه أيضا حاولت أن تستقبل اللاجئين الموجودين هناك وتعون اللاجئين الموجودين، ولكن بيلاروسيا دولة ضعيفة، لهذا السبب استعملتها ضغط سياسي على الدول الأوروبية حتى تحصل على دعم سياسي ودعم مالي من الدول الأوروبية، وهذا حصل. لكن هي المشكلة ليست احنا نتحدث على مشكلة سياسية، مشكلة اللاجئين او النازحين من المناطق العربية الأغلبية العظمى ان تكون من هذه المناطق، ما عدا من دول آسيا ايضا موجودين نازحين اذا كانوا من ايران او افغانستان. المشكلة المأساوية هنالك لا توجد رعاية كاملة للاجئين حينما يدخلون الى هذه الدولة. الدولة لا عندها الإمكانية المادية ولا تدعم هذه اللاجئين، وإنما تستعملهم ورقة ضغط من قبل الحدود المجاورة إلى الدول الأوروبية، والدول الأوروبية كلهم الموجودين في الدول الأوروبية، السياسيين الموجودين في الدول الأوروبية هم يمنعون دخول اللاجئين لسبب الضغط الاجتماعي والضغط المالي يعني اللي صار على الحكومات، منعت هذه الحكومات، بالإضافة هي يعني عملية التطرف الموجود في أوروبا واضحة لكل الناس أنه أكو تطرف يميني يكره هذه المجموعة لسبب عرقهم ودينهم ومذهبهم. هذه المشكلة هي قاعدة تعم على الناس. إحنا نقول في العراق لا توجد العيش الكريم، أو في سوريا أو في اليمن. حقيقة هذا الموضوع لازم من الحكومات الموجودة في العراق أو الحكومة الموجودة في سوريا أن تعاني المواطنين مالتهم بعناية كريمة. بالوقت الحاضر في اليمن يعني الأطفال تباع، وفي العراق أيضا وفي سوريا أيضا. هذا الذي يحدث في هذه المواقع الدولية الموجودة فيها في المجتمعات، والمجتمع العراقي أيضا متضرر من هذه الحالة، لأنه الحالة المأساوية يضطر الشخص أنه يغادر ويهجر بلده بكل الأثمان، يعني يبيع أملاك ويبيع كل ما يملك حتى يغادر ويصل إلى أوروبا. وهذه الوضعية حتى في أوروبا أخي، حتى في أوروبا من ضمنهم النمسا، لأنه الأحزاب اليمينية هي مسيطرة على الحكم في النمسا. حتى في النمسا قضية اللجوء للعراقيين أصبحت من المستحيل، وقضية اللجوء للسوريين كذلك واليمنيين كذلك، لأنه التطرف اليميني أصدروا قرارات جائرة بحق اللاجئين، وهذه القرارات الجائرة بحق النازحين هي قاعدة تعم على كل الناس الموجودين. في ظل كل هذه المعطيات والمستجدات، هناك استغاثات للاجئين عراقيين يعني على حدود بيلاروسيا وبولندا. يعني كيف تنظر إلى يعني دور المنظمات الحقوقية؟ هناك استغاثات بالمنظمات الحقوقية من قبل هؤلاء اللاجئين. المنظمات الحقوقية موجودة هناك، بس لا تقدر تعمل شيء، لأنه الإمكانية المادية لهذه المنظمات الإنسانية لرعاية اللاجئين ضعيفة أيضا. يعني هي ليست بدول، وإنما الناس تمويلهم ذاتي وتمويلهم من التبرعات، أو تابعين لكنيسة أو تابعين لمؤسسات أخرى اللي تدعمهم في هذه الوضعية على الحدود في وقت البرد. أطفال موجودين يعني مأساوية جدا، يعني لو حضراتكم تروحوا لهناك وتصورون
كيف قاعد يعيش اللاجئين هناك في لا توجد مخيمات، لا توجد أي شيء، عايشين في العراء. وهذه الدولة بيلاروسيا هي استعملتهم كضغط سياسي على الدول الأوروبية، لأن الدول الأوروبية بطبيعة الحال بصيغة الشكلية أو بصيغة الأمثل تريد أن تظهر للعالم هم إنسانيين وهم يراعون الإنسان. طيب هنا أستاذ ضياء، يعني الدول الأوروبية دائما ما تظهر إلى العالم بأنهم إنسانيون ويراعون حقوق الإنسان، ولكن أليسوا هم الجزء الكبير من السبب؟ يعني اللاجئون العراقيون والعرب يواجهون انتهاكات مستمرة منذ أشهر على حدود ليتوانيا وبيلاروسيا، تتشابه كثيرا مع تلك التي حصلت للاجئين السوريين على حدود اليونان العام الماضي. ترى يعني إلى أي مدى ترى أن هذه المعاملة تتشابه والانتهاكات التي تتشابه؟ يمكننا القول بأن هناك منهجية أوروبية، يعني هناك سبب رئيسي، هناك عامل رئيسي أوروبي فاعل يؤدي إلى كل هذه الأمور. نعم بالتأكيد، هذا العمل نعم ذكرت اليونان وحدث في اليونان، وهذه المأساة التي حدثت في اليونان وحرق الخيام مالهم وحرق الأماكن التي يسكنون فيها اللاجئين، هذه في اليونان. ونقول شوية اليونان دولة بعيدة تقريبا عن أوروبا، مو داخل أوروبا، مو وسط أوروبا، ولكن في النمسا موجودة مخيمات معسكرات بأسلاك شائكة محكمة، وهذه حقوق الإنسان لحد الآن. إحنا نداعي كيف أنتم معتقلين هؤلاء الناس اعتقال قصري، يعني لا من حقه يخرج من هذا المكان، المكان اللي هو ساكن به كمعسكر أو مخيم موجود فيه. هذا المخيم في بعض المدن ببعض الولايات النمساوية محاط بأسلاك شائكة أخي، يعني هي العملية، أنا قاعد أقول العملية، إحنا نتحدث بهذا الموضوع، لكن الحقيقة حينما تراها أمام عينك تقول أن هنالك عملية ضد هذه المجاميع البشرية الموجودة. أوروبا تريد تظهر في هذه الواجهة أنه هي دولة إنسانية تحافظ على حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان، وإذا تريد تشير إلى دولة عملت انتهاكات لحقوق الإنسان لا تشير إلى العراق مثلا. العراق هنالك انتهاكات من الميليشيات وانتهاكات من الميليشيات التابعة لإيران، هذه تعمل، ولكن الحكومات كلها الحكومات الأوروبية متفقة أنه هذا النظام الموجود بالعراق الذي يقمع العراقيين ويقتل العراقيين وحرمان العراقيين حتى من رأيهم، هذه يعلمون بها، عندهم تقارير دولية، تقارير من مؤسساتهم أيضا إذا كانت سفارات أو قنصليات توصلهم هذه التقارير، وتقارير صادقة عن الانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق ولحقوق الإنسان في سوريا أو اليمن من قبل الحوثيين، والحوثيين أيضا مدعومين من جهة إيران. يعني العملية بصيغة مباشرة هم يقولون نحن نتفق مع السياسة الإيرانية، ولكن لا نتفق مع السياسة الإيرانية من التسليح النووي. من بين أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء شمري، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.